أنا كده سمعة شغلي قربت تبوظ خلاص، واسمي في السوق هينضرب. حاول تفهم لو سمحت. اللي عايزه 200,000 روبية، أعمل إيه طيب؟ أجيلك البيت أتحايل عليك؟ بص أنا ممكن أرهن لك المحل لو عايز. طب هرهن لك البيت بتاعي تمام كده؟ وده بقى هو ألو؟ هو قفل ولا إيه؟ محدش بيساعد حد خالص في وقت زنقته. طب أعمل إيه دلوقتي؟ أنا مش عارف أتصرف إزاي. يعني أنا لسه بقول أتصرف إزاي؟ حبكت دلوقتي ألاقي أنيتا جاية عليا، أستخبى فين دلوقتي؟ هي العربيات اللي في كامبور اختفت ولا إيه؟ إيه ده مش سامع؟ في حد عمال ينادي عليك بقاله شوية. قوم. ايه ده انت بتعمل ايه؟ بوظت لي اليافطه بتاعتي. سيب كده اهو وامشي. امشي بقى من هنا. تيواري ده ماله ده يا اختي؟ يا تيواري عملته ده واقف كده ليه وبتعمل ايه؟ ولا حاجه يا انيتا، انا بس كنت بعلمه ازاي يرسم. بتعلمه يرسم؟ اه. انت؟ انا انت اخبارك ايه؟ أنا تمام يا تواري. صاحبك عامل إيه دلوقتي؟ صاحبي مين؟ صاحبك اللي استلفت له مني الفلوس. ده صاحبي. أنت عارفة يا أنيتا أنا رجل أعمال وعندي أصحاب كتير، فما كنتش عارف بتتكلمي عن مين. أنت شخص اجتماعي زيادة شوية. يا أنيتا، الشخص لما يكون محبوب ويكون عنده صداقات مع الناس ده بقى بيحسن من شغله ويخلي شكله كمان جذاب أكتر يعني، وساعتها الناس بتحب تتعامل معاه وتتعرف عليه أكتر. ماشي. طبعا تواري كنت بسألك على ماشي طبعا يا أنيتا، انت مش ملاحظة ان الجو حر اليومين دول؟ خارجة ليه بقى؟ الحر ده ممكن يأثر على بشرتك كتير قوي. انت عارفة ده بيفكرني بإيه؟ بيفكرني بعيد الألوان. أنا هبقى أعرفك طريقة تعملي بيها الألوان دي. أنا بس كنت صحيح. ألوان إيه؟ ده عيد الألوان لسه بدري عليه كتير. قصدي عيد الربيع. هعرفك إزاي تجمعي ورد حلو في عيد الربيع. تواري مشكلتك إيه بالظبط؟ يعني أنا بحاول أسألك في موضوع وإنت بقى عمال تقاطعني وبتقول حاجات غريبة جدا. إنت مقاطعتك لكلامي مش مريحة. أنا عمال أحاول أسألك عن صاحبك ومش عارفة. هو دي ما نسيتش خالص. ما نسيتش إيه؟ أقصد أقول يعني إنك أنيتا قد إيه قلبك كبير، وإنك ما نسيتيش إن صاحبي تعبان. هو في حاجة؟ أنت أسلوبك غريب جدا، هو في إيه؟ يا أنيتا أصل هو عيان قوي والأدوية بتاعته غالية جدا، بس أنا مش عايزك تقلقي خالص يا أنيتا، الفلوس بتاعتك هترجع لك اليومين دول. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.